أنا متواجدة في كامبريدج أكاديمي باش نعرف الناس ديال مدينتي على هاد المدرسة هادي، والناس اللي متبعيني في انستغرام، الناس اللي كيتبعوني من العريش وتا اللي خارج العريش، باش نعرفهم على شنو كدير هاد الأكاديمي، شنو كتقري، باش الناس يكون عندهم فكرة أوضح. انا عاشقه لشي حاجه سميتها القرايه، العلم، المعرفه بصفه عامه، الكتوبه، الروايات، الشعر، اي حاجه عندها علاقه بالكتوبه، وسورتو القرايه، الطريق الاكاديميه اللي كيتبعها كل واحد، اللي من الواجب عليه يبداها ويساليها تحت اي ظرف شنو ما كانت تكون الظروف. كيعجبني ان الانسان يبقى غادي في المسار ديالو حتى يشوف هذاك المسار ديالو فين يوصلو، وما يستبقش الاحداث ويبقى يقول لا انا غنشد الباك وما عندي ما ندير، ولا لا انا نشد ماستر وما لقاش خدمة. دائما الواحد خصو يكون متابر ويكون متفائل، حيت ضروري الطريق ديال القراية أخرها الواحد كيوصل لشي حاجة اللي هي زوينة. مؤخرا رجعت بحالي المغرب، حيت بصراحة عييت بزاف. كندا بلد زوين، ولكن خصو الدفء ديال العائلة، خص المساعدة، سورتو مع بنتي وراجلي بعيد عليا، ما كانش كاينه امكانية نهائيا انني نبقى تما مستقرة تما بوحديتي، جاتني شوية صعيبة. رجعت بحالي، ولكن هذا ما كيمنعش انني ممكن نسافر، نمشي ندور سياحة، ولكن استقرار في كندا كنظن انه ما غيكونش، غتكون اكثر ديال المغرب، حيت توحشت المغرب. نرجس الام، نختصر لك في حاجه وحده، هو انني ما عقلاش على نرجس الاخرى كيفاش كانت. دابا كتجيني حياتي بحال انا ملي تزاديت وانا ام، يعني داكشي الاخر بحال تمحالي من راسي. طبعا المشاعر ديال الامومه زوينين بزاف، وكيغيروا فيك بزاف ديال الحوايج، وكيديروا فيك شحال من حاجه زوينه، وانا فخوره بداكشي اللي كندير على ود بنتي، وعجبني الحال بيان سور، وما زادتني الامومه الا فرحه ومسؤولية وإحساس زوين بزاف. جمهور لا والو، كانت المسافه، والمسافه كانوا كيكونوا فيها بزاف ديال المرات بزاف ديال المشاكل، دونك كانت علاقه شويه متوتره. وفي نفس الوقت كنا كنوجدوا اننا نديروا العرس باش نبانوا انصومبل، ما كتبش العرس في الاول من كورونا الاولى، ابخي عاوتاني اسبوع ما كتبش اننا نديروا مع عاوتاني الحجر الصحي والبعد وتسدوا الحدود. روينا طرات في هذه العلاقه هذه، وفي هذا الاعلان على زعما الزوج شكون هو وداكشي، ولكن راه عائلتنا كيعرفونا، احنا مزوجين، والجيران والناس في الزنقه في الطريق، ما كلشي عرفنا احنا مزوجين. دونك بالنسبه لي ليه ولا ليه ما كانش هذيك ماش اجباريه ولا شي حاجه اللي خصنا ضروري نديروها، ولكن ننتظروا قريبا ان شاء الله نحطوا واحد لا فيديو. الله العلي العظيم، ما كاين لا بوز لا تشويق لا والو، كنا باغيين بحال اي واحد وحدين كيختاروا الطريقه اللي باغيين يبانوا فيها. ما كتبتش هذيك الطريقه بسبب كما قلت لكم الحدود، بسبب انني كنت تما وهو هنا، كانوا واش تجي واش غنجي واش فينك واش هادي واش هادي، دونك اضطرينا اننا ناجلوا الخروج ديالنا مع بعضياتنا. وملي اقتنعت انني ندخل بحالي المغرب، دونك دخلت، وحنا دابا بصدد التحضير لواحد لا فيديو اللي غنبانو فيها بجوج بينا، وغنعاود لكم قصة ديال الحب ديالنا ان شاء الله يا ربي. بزاف ديال الناس كيقولوا لي انني قبل ما ندير اليوتيوب ما كنتش كنعجبهم، ولا كنكرهوني.
ما عرفتش كيبقى فيا الحال حيت ما يمكن ليش انا مثلا نكره شي شخص حيت ما كنعرفوش كيفاش داير. يمكن اليوتيوب هو اللي خلى الناس يعرفوا شخصيتي ديال بصح، واخا هكاك راه كاين اللي يقول راه باقي كنكرهك، ولكن انا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو في التعامل ديالي مع الناس مباشره، واش شنو هي يا الانرجي اللي كدوز. انا كنحس باللي انا عزيزه على الناس، وما غنكرش الفضل ديال اليوتيوب في هذا الشيء هذا، حيت بين شخصيتي الحقيقيه، حيت هذيك الشخصيات اللي كتشوفهم في التلفازه لا ماشي غير انا، لا انا ولا كل شيء. الناس الممثلين هما شخصيات ماشي ديالنا حنا، شخصيات زعما كنلعبوها، لكن حنا الحقيقيين راه ماشي حتى هادو اللي كتشوفوهم حدا الميكروات ولا حدا الكاميرات. حنا الحقيقيين راه هما في الواقع، هما ملي كنشاركوا معكم حياتنا في لي ستوري. كاينين ناس كيمثلوا بزاف، مي انا كنظن علاش دخلت القلوب ديال الناس من خلال اليوتيوب، حيت كيشوفوا انني كنمثل على حتى شي واحد. الحمد لله كنتعامل بالشخصيه ديالي الطبيعيه العادي، عليها يمكن كسبت القلوب ديال بزاف ديال الناس من خلال اليوتيوب. ان شاء الله كاين واحد العوده زوينه للشاشه من خلال واحد جوج تقريبا ديال الاعمال، واحد صافي غيبدا والاخر مازال شويه ديال الوقت، وكاين لون ميتراج في السينما ان شاء الله، وكاين حاجات حلوه اخرين كنكتبهم. المهم كنتمنى لراسي التوفيق، واي واحد كيطمح انه يدير شي حاجه كنتمنى له التوفيق. ما عرفتش، ما نقدرش نجاوب على هذا الشيء، حيت انا كنشوف ان عائلتي كيعجبهم هذا الشيء اللي كندير، وراجلي كيعاونني وكيشجعني بزاف بزاف بزاف، دونك ما كاينش كاع هذا الاحتمال هذا مطروح. ولكن دائما كتبقى العائله هي الاولى في جميع الميادين، ماشي غير في الفن، دائما العائله خصها تكون عندها المركز الاول. رسالة للمتابعين ديالي، كنبغيكم بزاف بزاف، وشكرا على الحب ديالكم ليا، وشكرا شكرا حيت كتاخذوا من وقتكم وكتتبعوا اي شخص زعما شكون ما كان يكون من غيري انا. شكرا حيت كتشوفوا لي ستوري ديالي، كتسولوا فيا الا غبرت، كتبرزطوا عليا واش مريضه واش طاريه لي شي حاجه. شكرا بزاف على الحب ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق كاملين يا رب.